بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. بلغني أنه في لندن مكان يزار كثيرا، كتب على مدخله كهف العدالة. هذا المكان تخليد لهذا الصحابي الجليل، سيدنا عمر بن الخطاب، الذي كان كما يصفه بعضهم بأنه عملاق الإسلام. هذا الصحابي ينفرد من بين الصحابة بتفوق في رحمته وفي عدله. مثلاً كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته، وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة، يعني قريب عمر مبتلى بهذه القرابة، حسابه شديد جدا، خطأه فادح. مرة سأل واليا: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ الحقيقة سيدنا عمر وضع يده على جراح الأمة، قال: أقطع يده بحسب الحكم الشرعي. قال له: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له: إن الله استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم، مهمات الحاكم. فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. ما هذا الفهم لمهمة الحاكم؟ إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، حق العمل، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. إن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. مر ببلدة سيدنا عمر أكثر الفعاليات فيها من غير المسلمين، فعنف أهل هذه البلدة تعنيفاً شديداً لغيرته عليهم، فاحتجوا كما يحتج أغنياء المسلمين الذين وجدوا أنفسهم مع ثروات طائلة. قال: إنهم سخروا لنا. فقال هذا الخليفة الراشد: كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً عندهم؟ يعني اكتشف في وقت مبكر جداً أن المنتج قوي، صحيح، وأن المستهلك ضعيف، صحيح. أحياناً دولة نامية تدفع أجرة تعمير محرك طائرة 5 ملايين دولار، 4 محركات 20 مليون، يعني مليار ليرة. كم طن قمح وكم طن قطن؟ يعني يبيعوننا بسعر فلكي، بعقود إذعان، ونقدم لهم موادنا الأولية بسعر بخس. فلذلك قال: كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً عندهم؟ مرة رأى إبلاً سمينة، سأل هذا السؤال خليفة المسلمين: لمن هذه الإبل؟ قيل له: لابنك عبد الله. فغضب أشد الغضب، فاستدعاه على عجل، فلما دخل عليه ابنه رآه غاضباً، قال له: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي، اشتريتها بمالي، وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ أين الخطأ يا أبتي؟ انزعج سيدنا عبد الله، قال له: ويقول الناس: ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين
أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. نعم. علمت لماذا هي سمينة؟ لأنك ابني، بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. يا سبحان الله. بلغه مرة أن بعض الولاة فشت له فاشية، يعني له في مسكنه، في ملبسه، في مركبه، في بيته ما ليس لعامة الناس، فقال له: أما بعد فقد فشت لك فاشية، أرسل له كتاب. نعم. في هيئتك وفي ملبسك ومطعمك ومشربك ليست لعامة المسلمين، احذر يا عبد الله أن تكون كذابة مرت بواد خصب. نعم. فجعلت همها في السمن، وفي السمن حتفها. كان يحاسب نفسه حساباً عسيراً. مرة وضع له طعام نفيس فبكى وقال: بئس الخليفة أنا، إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. مرة في عام المجاعة، يعني اشتهى اللحم كأي إنسان، فقرقر بطنه، قال كلمة رائعة، خاطب بطنه قال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر. نعم. فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. كان في أعلى درجات الورع، لذلك مرة جاءه رسول عامله على أذربيجان، دخل إلى المسجد ولم يرغب أن يطرق بابه ليلاً. هو في المسجد استمع إلى إنسان يبكي ويقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ قال له هذا الزائر من بلاد بعيدة من أذربيجان: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: أمير المؤمنين الخليفة. قال: نعم. قال: ألا تنام الليل؟ قال: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. هذا الصحابي الجليل كان مع أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف يتفقد شؤون المدينة ليلاً، رأى قافلة قد حطت ركابها في ظاهر المدينة، فقال لسيدنا عبد الرحمن: تعال يا عبد الرحمن نحرس هذه القافلة. أمير المؤمنين. نعم. بكى طفل صغير في إحدى الخيام، فقال لأمه: أرضعيه، يعني رحمة به. يبدو بكى طويلاً ولم تستجب له أمه، فقام إلى الخيمة وقال: أرضعيه. أرضعته، ثم بكى فقال: أرضعيه. أرضعته ثم بكى فغضب، كان عصبي المزاج، قال: أرضعيه. فغضبت المرأة، قالت له: وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يعطي العطاء إلا بعد الفطام. نعم. تروي الروايات أنه ضرب جبهته وقال كلمة صعق لها، قال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. سبحان الله. ثم أصدر أمراً جديداً بجعل التعويض العائلي مع الولادة لا مع الفطام. نعم. فلما صلى الفجر في المسجد ما سمع الصحابة صوته بالقرآن من شدة بكائه، وكان يقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. اللهم ارض عن صحابة رسول الله. هذا العملاق كان يقول: والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ مع هذا التفوق كان أديباً أدباً جماً. في أول خطبة ألقاها بعد تسلمه منصب الخلافة وقف في الدرجة العليا من المنبر كشأن أي خطيب في التاريخ الإسلامي، لكنه فاجأ الناس بأنه نزل درجة، فقال:
ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. تواضع جم. ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر.